بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قسم الرياضيات الصف السادس بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم الجزء الثاني من إيجاد مساحات المضلعات. لا تنسى الإعجاب بالقناة والضغط على زر الاشتراك سبسكرايب وزر الجرس ليأتيك كل جديد. تعلمنا في الدرس السابق كيفية إيجاد مساحة المضلع بتجزئته إلى أشكال هندسية منتظمة. هذا مضلع قسمناه إلى مستطيلين، المستطيل الأعلى مساحته A1، المستطيل الأسفل مساحته A2، وقلنا أن المساحة الكلية للمضلع A تساوي A1 زائد A2. كما تعلمنا إعادة تكوين المضلع في صورة أشكال هندسية معروفة. هذا مضلع مقسم إلى ثلاثة أجزاء، في المنتصف مستطيل وعلى الطرفين مثلثان. أخذنا نصف المثلث من على اليسار ووضعناه أسفل المثلث الذي على اليمين، ثم أخذنا النصف الآخر من اليسار ووضعناه أعلى المثلث على اليمين، فصار عندنا شكل جديد وهو مربع. طوله 6 متر وعرضه 6 متر. وكلنا نعرف أن المربع أضلاعه الأربعة متساوية، فيكون مساحة المربع تساوي الضلع ضرب نفسه. اليوم موعدنا مع استعمال الطرح لإيجاد المساحة الكلية. يريد سعيد إعادة تبليط المسار المحيط بحديقته كما هو موضح. هذا شكل حديقة سعيد وحولها المسار. أوجد مساحة المسار. كبرنا صورة الحديقة وحولها المسار، ونقوم أولا بالشرح على الصورة المكبرة ثم نبدأ في الحل. أولا نبدأ بحساب المساحة الكلية للحديقة والمسار معا. هذا الجزء المظلل بالخطوط الحمراء هو المساحة الكلية للحديقة والمسار معا، ثم نوجد مساحة الحديقة وهي المظللة الآن باللون الأبيض، ونقوم بالطرح المساحة الكلية ناقص مساحة الحديقة، فينتج عندنا أو فنحصل على مساحة المسار. نبدأ الآن في الحل. مساحة المسار والحديقة معا A يساوي الطول ضرب العرض، يساوي 8 ضرب 7 يساوي 56 متر مربع. ثم نوجد مساحة الحديقة A تساوي الطول ضرب العرض، تساوي 4 ضرب 3 يساوي 12 متر مربع.
مساحة المسار تساوي مساحة المسار والحديقة معاً 56 متر مربع ناقص 12 متر مربع يساوي 44 متر مربع. إذن مساحة المسار تساوي 44 متر مربع. أوجد مساحة القسم المظلل بالوحدات المربعة. عندنا هذا الشكل المرسوم أمامك، قمنا بتكبيره لنقوم أولا عليه بالشرح ثم نقوم بالحل. نبدأ أولا بحساب مساحة متوازي الأضلاع الكبير المظلل الآن بخطوط حمراء، ثم نقوم بحساب مساحة متوازي الأضلاع الصغير الذي في المنتصف المظلل باللون الأبيض، ثم نقوم بالطرح فنحصل على مساحة القسم المظلل. والآن نبدأ بالحساب. أولا مساحة متوازي الأضلاع الكبير تساوي القاعدة ضرب الارتفاع. القاعدة 5 مربعات، قمنا بالعد على الرسم، والارتفاع 4 مربعات، أيضا قمنا بعد المربعات على الرسم للارتفاع، فكان الناتج 20. مساحة متوازي الأضلاع الصغير الذي في المنتصف يساوي القاعدة ضرب الارتفاع يساوي، نقوم بالعد، القاعدة مربعان، الارتفاع مربعان، فيكون حاصل الضرب 4. مساحة القسم المظلل 20 ناقص 4 يساوي 16. إذن مساحة القسم المظلل تساوي 16 وحدة مربعة. والآن نلخص ما درسنا. تعلمنا في هذا الدرس عدة طرق لإيجاد مساحة مضلع. أولاً التجزئة إلى أشكال هندسية معروفة واستخدام الجمع، ثم إعادة تكوينه في صورة أشكال هندسية معروفة والجمع، ثم التجزئة إلى أشكال هندسية معروفة واستخدام الطرح. الطريقة الأولى التجزئة إلى أشكال هندسية معروفة واستخدام الجمع. قلنا إذا كان عندنا هذا الشكل المضلع نقسمه إلى مستطيلين، مستطيل أعلى وأسفل، مساحة المستطيل الأعلى A1، مساحة المستطيل الأسفل A2، فيكون المساحة الكلية A تساوي A1 زائد A2. قمنا بالجمع. الطريقة الثانية إعادة تكوينه في صورة أشكال هندسية معروفة والجمع. قلنا إذا كان عندنا هذا الشكل لمضلع عبارة عن مستطيل في المنتصف ومثلثين في الطرفين، فأخذنا نصف المثلث من اليمين وضعناه أسفل المثلث على اليسار، ثم أخذنا نصف مثلث من اليسار ووضعناه أسفل المثلث الذي على اليمين، فصار عندنا 3 مستطيلات، مستطيل كبير في المنتصف ومستطيلين صغيرين على الجانبين.
فيكون المساحة الكلية A1 زائد A2 زائد A3. الطريقة الثالثة: التجزئة إلى أشكال هندسية معروفة واستخدام الطرح. هذا متوازي أضلاع كبير، وفي المنتصف متوازي أضلاع صغير، ونريد المساحة التي بينهما. نوجد أولاً مساحة متوازي الأضلاع الكبير A1، ثم نوجد مساحة متوازي الأضلاع الصغير المظلل بالأبيض A2، ثم نقوم بالطرح A المساحة المظللة بالخطوط الحمراء تساوي A1 مساحة متوازي الأضلاع الكبير ناقص A2 مساحة متوازي الأضلاع الصغير. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، ومع لقاء آخر في درس جديد إن شاء الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات قسم الرياضيات في مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين.